السلام عليكم. اليوم نكمل درسنا إن شاء الله بالويندوز سيرفر 2012، وحنكمل إن شاء الله على الموديول 13 اللي هو مهم جدا، كيفية شرح أو كيفية عمل الـ IPv4 وكيفية عمل الـ IPv6، ومن ثم شرح الـ DHCP configuration و overview على DNS. أعتقد أخذنا overview عن DNS، بس هنأخذ إن شاء الله فكرة كذلك عن DNS. ما نقدر نتكلم على DHCP server إذا ما نعرف قصة IPv4، وما نقدر نفهم قصة IPv6 إذا ما عندنا فكرة IPv4 بالبداية. فأنا سويت لك مقارنة بين 4 وال 6، ويا رب إن شاء الله تفهم الفكرة. هحاول أبسط الموضوع، لأن الموضوع يعني إذا تخلي بالك وياه بشكل صحيح حيكون سهل إن شاء الله. عندي مقارنة هنا بين الـ IPv4 والـ IPv6. الـ IPv4 والـ IPv6، هاي المقارنة هي بين الـ IPv4 والـ IPv6. بس قبل ما نتكلم على الـ IPv4 والـ IPv6، دائما يتوارد ببالنا سؤال مهم جدا، يعني فين الـ IPv1 والـ IPv2 والـ IPv3، وبعدين فين الـ IPv5؟ يعني هاي كلها ما موجودة، لو شنو الموضوع؟ طبعا بالبداية كان شيء أو أول شيء أول ريليز أو أول إصدار للـ IPv6، الـ IP address بشكل عام كان اسمه RFC Request for Comments، اللي هو 791، اللي يعتبر IPv4. وحقيقة الـ IP address أو الـ IP ما بدأ يعمل أو ما بدأ يصير addressing بالشكل الصحيح إلا اندمج مع الـ TCP/IP، أو في شيء يسموه DOD Department of Defense، صار ميتنج بيناتهم US مع المايكروسوفت، وسووا لنا شيء اسمه TCP/IP، ومن عندها ظهر IPv4 وبدأ يشتغل. فقبل IPv4 كانت محاولات اسمها RFC 791 و 1190 يسموه Version 2. IPX ولا هو أدرس للـ Novel والنتورك بشكل عام، يقال انه IPv3، يعني احنا بس نحكي على يعني شيل الهيستوري او التاريخ لل IPv4. ثم يجي ال IPv4 اللي هو اكثر استقرارا. ال IPv5 حقيقة هو ما موجود، يعني لو تجي تقرأ بالانترنت والويكيبيديا يقول لك ال IPv5 هو فقط سوى الاجنور او ما خلوه، لانه حتى ما يصير اكو كونفيوز او تشويش على التكنولوجي. يعني عندنا 4 و 5، ما في 4 و 6، ما في 5 يعني. بس بعض المصادر تقول ال 5 هي ال NG او اول اصدار لل IPv6 اللي هو يسموه ال NG او ال New Generation، وثم بعدها ظهر ال IPv6. احنا اليوم حنتكلم على اهم IPs release، واللي هي المستخدمة، والبقية كلها تقدر تقول شيء من التاريخ. عندنا الـ IPv4 والـ IPv6. هاي المقارنة البسيطة بيناتهم تخليك تفهم فكرة الـ IPv4 بشكل سريع والـ IPv6. إن شاء الله الـ IPv4 يمكن كلكم مستخدمين، بس حيكون عندنا شيء جديد اسمه الـ IPv6 حنتكلم عنه إن شاء الله. خلينا نجي نحكي كل صفة بشكل سريع، وبعدين نجي نحكيهن أو نعالج نقطة نقطة. النقطة الأولى، الـ IPv4 هو مكتوب بالباينري، بس الـ IPv6 مكتوب بالهكسا. زين، شنو الباينري وشنو الهكسا؟ لإخواننا اللي أو خواتنا اللي ما يعرفون موضوع الهكسا والديسيمال، الباينري يعني نجي نتكلم عليها بعدين كل نقطة، بس خلينا نقول النقاط بشكل سريع. الـ IPv4 32 بت، الـ IPv6 128 بت، IPv4 4 بايت، IPv6 16 بايت. يفصل بين كل بارت بال IPv4 نقاط أو دوت، وليس بوينت، دوت لازم تقول. بين كل بارت في IPv6 يفصل النقطتين اللي تشوفها، يسموها دومل كورا. نسيت أقول شيء هنا كذلك، IPv4 هو 4
بارت أو يسموها 4 أوكتت. الآي بي بي 6 هو 8 بارت، حتى نخليها ببالنا 8 بارت. يعني لاحظ إن نقول 192 هذا بارت، 168 هذا بارت 2، يعني البارت الثاني مثلا 1 بارت الثالث دوت 1، هاي يسموها البارتات أو يسموها الأوكتت بالآي بي بي 4. بالآي بي بي 6 عندنا 8 بارتات، عندنا كلاس A B C D، بس بالآي بي بي 6 ما عندنا كلاس إلا موضوع الكلاس. عندنا بالآي بي بي 4 يونيكاست مالتيكاست برودكاست، بس عندنا بالآي بي بي 6 يونيكاست مالتيكاست أنيكاست، يعني ما في برودكاست في الآي بي بي 6، إذا شيء جديد اسمه أنيكاست. عندنا فقرة البرايفت والبابليك اللي يحول بيناتهم الناتينج أو النيتورك أدريس ترانسليشن تكنولوجي، نات حنيجي نحكي عليها. والنات بالآي بي بي 6 حقيقة ما تستخدم بين البابليك والبرايفت، وإنما تستخدم بين الشينج فروم 4 تو 6، 6 تو 4 كذلك. السبنت ويستخدم شيء كذلك، الآي بي بي 4 يستخدم سبنتنج اللي احنا متعارفين عليها 255.255.255.0، هاي المواضيع حنيجي نحكي عليها كذلك. ويستخدم شيء اسمه CIDR Close Intro Domain Routing CIDR، حنيجي كذلك ناخذ فكرة. الآي بي بي 6 عنده يسوي سلاش ورقم اللي هو يمثل السبنت ماس، ونيجي نشوفه. الآي بي بي 4 يشتغل على فد موضوع يسموه DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Version 4، بس الآي بي بي 6 يشتغل على DHCP Server V6، وكذلك عنده تكنولوجي رائعة جدا اسمها الأوتو كونفيجر، الأوتو كونفيجريشن. خليني نجي نشوف شنو الباينري وشنو الهكسا وشنو الحبدي بالآي بي بي 4. أكمل الآي بي بي 4 بعدين أكمل لك الآي بي بي 6 وبعدين نرجع على نفس الصفحة نقارن ونشوف اللي تكلمنا عنه. خليني نجي نشوف النقطة الأولى الآي بي بي 4، عندنا هذا آي بي بي 4 192.168.1.1 مثلا، هذا يسموه آي بي بي 4. زين الاي بي بي 4 مكتوب بشيء اسمه الباينري. شنو هذا الباينري؟ الباينري يشتغل على فد خط السهري يسموه مرات ماجيك 9 192 128 64 و 32 16 8 421. هذا يسموه شنو؟ يسموه خط الباينري. كيف نستخدم الباينري؟ بشكل بسيط جدا، الباينري بفقرتين او بحالتين فقط لا غير، اللي هي الصفر ودائما يساوي اوف، وعندنا الواحد اللي يساوي شنو؟ اللي يساوي الاون. زين حتقول لي كيف ما افهم؟ اقول لك اذا انا اريد ادسفت كود للكمبيوتر واحنا دا نتكلم على اي بي، والاي بي بالنتيجه هو 01 او كومبيوتينج لانجويج، يعني لغه الكمبيوتر هي دائما تحكي ب 01، بتيجي ترسل لها 192.168 كذا ما تفهمه، لازم تغيره الى 01 حتى تفهمه. فاذا انا اريد ادس رقم 5 مثلا، فحدس 0 0 0 0 1 0 1. الكمبيوتر اذا ادز لهذا الكود فراسا حيفهم انه هذا يمثل رقم 5. زين كيف؟ الكمبيوتر هو خازن هذا رقم بباله او الباينري سيستم هنا بباله، فيقول لك اني اشوف يا رقم انت حتشغله مثل السويتش اون، مثل شلون يشغل لقمه الكهرباء او، فانا شغلت رقم الأربعة وشغلت رقم الخمسة، خليت جواهن 1 1، والاون يسوي او يشغله، فالكمبيوتر قال لك 4 مع الواحد حيساوي لي 5، فاذا هذا الكود هو 5. اوكي اريد اكتب مثلا 7، فحخلي هنا 1، 4 زائد 2 6 1 7. قلت زين اريد اكتب 192 192، اقول لك اوكي هنا الصفر، خلي هنا صفر، خلي هنا صفر، 128 زائد 64 حتطلع 192. اذا هاي السيستم مال الباينري. الباينري يعطيك ماكسيمم من الصفر الى 256. اوكي يعني ما ممكن نشوف بالاي بي بي 4 فد رقم ب 300 او 3000، لازم كلها ماكسيمم حقيقه لحد ال 255 ال 256 ما يستخدم لانه هو نو نتورك. زين خلينا نجي نشوف تكمله الباينري. الباينري سيستم
كل رقم بالباينري يسموه بت. يعني عندك هذا بت هذا بت، يعني مو تقول هذا بت وهاي 2 بت وهاي 4 بت، لا كل رقم يسموه بت. اذا عندنا كم بت هنا لما تيجي تحسبها 1 2 3 4 5 6 7 8، عندنا 8 بتات بالباينري. فاي واحد يقول لك الباينري ايش قد يساوي، هو عموما يساوي 8 بت. بالنتيجة عندنا كذلك سيستم مرتبط بالباينري كذلك، يقول لك كل 8 بت يساوي لي 1 بايت. زين شنو القصة هنا؟ من تيجي انت تقول لي كلمة كيف الحال مثلا او كيفك، هاي الكلمة متكونة من احرف، فتيجي انت تقول لي حرف بحرف بحرف ما افهمها، بس من تقول لي يا ترى اكو كاف ويا وميم مثلا، او كاف ويا وكاف او فافا، هذا معناتها كيف. اوكي كيف الحال مثلا، فحتجمع لي عدة احرف حتطلع كلمة. فلذلك يقول لك الباينري كذلك عندي 8 بت، من تجمعهم كلهم حتطلع بايت، او هي تمثل فتكلمة او تمثل فبايت في الكمبيوتر. اذا كل سيستم باينري ب 8 بت او 8 ارقام تمثل كل رقم من عندها بتاية واحدة، وبالنتيجة هاي البتايات كلها تجمعهم وتسوي لي كلمة واحدة اللي مثلناها بكيف الحال، او اللي هي البايت اللي تتكون من 8 بت. زين اوكي خلينا نرجع على موضوعنا. قلنا الاي بي في 4 مكتوب بالباينري. زين هذا الاي بي في 4 زين شلون مكتوب بالباينري؟ قال لك كل جزء بي مكتوب بالسيستم مال الباينري. يعني شنو مدافع؟ يعني ال192 من نجي نشوفها بالباينري هي حتساوي 1 1 والبقيه اصفار. هقول لك دوت 1 0 1 0 واحد صفر صفر صفر. اوكي وخلي صفر هنا كلها صفارة او دوت كلها صفارة هنا اخر شيء واحد. اوكي اوكي واخر شيء كذلك كلها صفارة مثلا كلها صفارة واخر شيء واحد. حتقول لي هذا زين هذا عرفناه باينري، هذا شيء يسموه ديسيمال. عندنا دائما الارقام العاديه والباينري اللي هي 0 1. اوكي زين هذا شنو يعني؟ انا فعلت ال 128 ذات تتذكر هنا، خلينا نمسح هذا. انا فعلت ال 128 هنا، فعلت ال 64 طلع لي 192. ال 168 انا فعلت ال 128 فعلت ال 32 اوكي وفعلت ال 8 طلع لي 168. الواحد كيف كلهم صفرت وخليت اخير في واحد، فاذا هذا يمثل لي ايش قد؟ هذا يمثل لي خلينا نجي نقول له هذا يمثل لي 192 وهذا حيمثل لي 186 او 168 عفوا، هذا حيمثل لي الواحد وهذا حيمثل لي الواحد الاخر. اوكي زين كم بت باول بارت اخذنا؟ قلنا نرجع الباينري هو كم بت؟ 8 بت. اذا هنا انا عندي 8 بتات وهنا انا عندي 8 بتات وهنا انا عندي 8 بتات كذلك وهنا أنا عندي 8 بتات كذلك. فالنتيجة 8 في 4 حيطلع عندي شقد؟ حيطلع عندي 32 32 بت. اوكي ممتاز. نرجع عندنا نفس المقولة، يقول لك 8 بتات او عندي 8 احرف تسوي شنو؟ تسوي كلمة واحدة. فعندنا كل 8 بتات مثل ما قلنا تساوي لنا 1 بايت. يعني هنا عندنا 1 بايت، هنا عندنا 1 بايت، هنا عندنا 1 بايت، هنا عندنا 1 بايت. فالنتيجة عندي ايش قد؟ عندي 4 بايت 4 بايت. اوكي اذا انا فهمت او قدرت احلل الاي بي ادريس كم بايت وكم بت. اوكي هاي حتفيدنا حاليا ما تفيدنا، لانه هاي كمبيوتر لانجويج يعني ما حتفيدنا باي شيء حاليا، بس احنا بدنا نفهم تركيبة الاي بي، وبنفس الطريقة حنفهم تركيبة الاي بي في 6 وكذلك ما حتفيدنا. زين وين حتفيدنا؟ قديش نتكلم هذا الكلام حيفيدنا هذا الموضوع جدا في موضوع السبنيتنج، لان موضوع تحليل الاي بي وتحليل السبنيتنج نفسه هو حيساعدنا بعمليه ايجاد كم كمبيوتر عندنا وكم نتورك. يعني حيفيدنا هذا الموضوع في مواضيع السبنيت ماسك. اوكي خلينا نرجع للاي بي في 4. عرفنا الباينري شنو، عرفنا 32 بت شنو، عرفنا الاربع بايت منين جتي، والاربع بارت. طبعا حتقول لي وين الاربع بارت؟ قلنا
192 168 111، هاي 4 بارت، بين كل بارت نقطة بنقطة بنقطة. اوكي، بين كل بارت نقطة بنقطة بنقطة. النقطة الأخرى كلاس، عندنا كلاس A B C D E، هذا مهم جدا إنه نفهمه، وهو هذا حيقودنا على موضوع السبنت ماسك بعدين إن شاء الله. بس خليني نجي نشوف شنو موضوع الكلاس. الكلاس A يبدي من، نقدر نقول 10 بالبرايفت، يعني نقدر نقول يبدي من الواحد لحد ال 126، والكلاس B حيبدي من 128 اوكي لحد ال 191، والكلاس سي اي بي سي حيبدي من ال 192 لحد ال 223. وحخلي خط هنا أنا مهم جدا، حقول الكلاس دي يبدي من 224 لحد ال 239 239. وحخلي كلاس E الأخير هو يبدي من 240 لحد ال 256، تقدر تقول أو حتى ال 255 sometime. أوكي، أول شيء يعني مناسي ال 162، هتقول العفو 126 ورا ال 127، هقول لك لا أنا مناسيها ال 127 تستخدم لمواضيع خاصة حنجي نشوفها بنهاية الدرس هذا. دقيقة، هذا الـ IP انت اللي تعطيني range، والـ IP عندي يعني مثلا 192.168.1.1 مثلا، يعني عندي 4 أجزاء، انت اللي تجي تعطيني range واحد. دائما الكلاس تقدر تحدده في اول part، يعني هذا البارت مالتك شنو مثلا، حتقول لي 10، اقول لك العشرة بالكلاس A، اذا هذا كلاس A. حتقول لي زين هذا 172، حقول لك كلاس B لانه هو بهذا الرينج. حتقول لي زين هذا 200، اقول لك هذا كلاس C لأنه في هذا الرين. هتقول لي زين هذا يبدي ب 224، أقول لك هذا كلاس D. أوكي، زين شنو فائدة الكلاس؟ هسا أنا فهمت شلون أحدد الكلاس. تحديد الكلاس دائما من أول بارت بالـ IP address، من أول بارت بالـ IP address. زين فائدة الكلاس شنو؟ قبل ما أبدي فائدة الكلاس شنو، أو حشوفك فائدة الكلاس A B C شنو معناتها. الكلاس A دائما يلمزولة n.h.h.h، والكلاس B يرمزوا له n.n.h.h، وعندي الكلاس C يرمزوا له كذلك .n.n.n.h. شنو فكرة الـ N؟ الفكرة الـ N هي يسموها النت اي دي او النيتورك اي دي او السبنيتنج سبدا النت اي دي او النيتورك اي دي. زين شنو الهاتش؟ الهاتش هي الهوست، هوست او الهاتش هي يسموها الهوست. يعني شنو الكمبيوترات؟ لا احنا مو عندنا بس كمبيوترات بالشبكه، عندنا برينتر، عندنا تليفون او فون، عندنا كثير اجهزه تستخدم اي بي، فقلنا نسميهم كلهم هوست احسن. احسن ما اقول كمبيوتر. اوكي، شنو فكرة النت اي دي او شنو فكرة الهوست؟ الهوست هو عدد الكمبيوترات اللي موجودة بالشبكة اللي عندي. زين يا شبكة، احنا غير عندنا اسامي للشبكة، جاز عندنا اكثر من شبكة، و مو شبكة واحدة، اكثر من نتورك. اي نعم، هاي يسموها النت اي دي. اذا الهوست لازم تعرف عدد الكمبيوترات في كل شبكة، وكل شبكة لها اسم يسمى النت اي دي. يعني فكرة خلنا نعطي مثلا تليفونك يبدي ب 0064 اللي هو مفتاح مثلا 00964 العفو 00964، ما ممكن يكون رقمك او يكون رقمي او يكون رقم فلان. ليش؟ لانه 00964 هذا الكود مال هذا الكانتري كله. زين رقمك وين؟ بعد ال 00964. هتقولي زين 00964 شي يمثل النت اي دي مال العراق. هتيجي مثلا تقول 0060، هذا النت اي دي مال ماليزيا. ما ممكن واحد يقول هذا الرقم مالتي، هذا النت اي دي، اسم شبكة الماليزيا او اسم شبكة الموبايل بالعراق. فلذلك النت اي دي هو عموما عنوان الشبكة. فقال لك الكلاس اي رجاء اني ححجز 8 بت، لانه مثل ما تتذكرون كل بارت احنا عندنا قد يمثل بالاي بي في 4 8 بت صح.
فقال لك الاي بي في 4 الكلاس اي، قال لك رجاء اني ححجز اول 8 بتات لمواضيع اسم الشبكه، الثلاث بتات البقيه كلها تقدر تخلي بيها هوستات. ممتاز. الكلاس بي قال لك لا اني عندي اثنين بارتين او 8 زائد 8 بت، يعني 16 بت ححجزها للنتورك واعطيك 16 بت للكمبيوترات. الكلاس سي قال لك لا انا حاطيك بارت واحد للهوست وثلاث بارتات لعناوين الشبكه او اسماء الشبكه مالتي. طبعا حتقول لي زين شنو الفائده؟ اقول لك اوكي، هنا أنا بشكل سريع كم بت للكمبيوتر او كم بت لعلامه الهوست؟ ادي 8 بت زائد 8 بت زائد 8 بت حيكون ايش قد؟ حيكون 24 بت خاصه فور هوست، صح؟ جود. زين شنو الفائدة؟ أقول لك إحنا عندنا 24 بت، فأقدر أسوي فد عملية صغيرة كلش بالـ IPv4. نقدر نروح لها بالسيرش ونقول أو نسوي scientific. نروح عند 24 بت فنسوي 2 power off، هذا 2 power off أو الأس. أوكي، فأقدر أسوي 2 power of. هتقول لي ليش 2؟ أقول لك إحنا ده نشتغل binary، ال binary 2 situation maybe 0 maybe 1 بحالتين، يا أما 0 يا أما 1. فأنا سويت 2 power of مرفوعة للأس 24 لأنه عندي 24 بت، فأسوي T4 هيطلع عندي هذا الرقم. إذا الكلاس A يوفر لي كمبيوترات اللي هي 1677 216 هوست. اوكي، يعطيني هوست 100 او العفو 16777216. اوكي، خلينا نجي هنا نشوف كم بتاي عندنا. 8 زائد 8 ذا ريزلت، وش قد يصير الناتج عندنا؟ 16 بت او بت. خلينا نجي نشوف ايش قد يصير. نفس العمليه 2 باور اوف قد 16 1 6 حيطلع 6 5 5 3 5 65 6 5 3 5 او 6 5 5 3 6 6 5 5 3 6 هوست. وهنا حيقول ايش قد؟ حيكون 8 بت، حيصير عندنا هنا 2 أس 8 حتطلع 256 هوست أو كمبيوتر عندنا حيصير بهاي الكلاس. إذا فائدة الكلاس يعني مبدئيا فائدة الكلاس هو للتصميم لعمل الديزاين. إذا تريد تسوي ديزاين يعني مثلا إذا تريد تسوي وايرلس لمنطقة كبيرة جدا مثلا وايرلس بكل بغداد، فالكلاس المناسب لك حيكون كلاس A. إذا عندك شركة كبيرة في كل أنحاء العراق أو في كل أنحاء المحافظات تقدر تقول كلاس B حيغطيها لأن يعطيني 65,000 كمبيوتر. عندك شركة صغيرة بها 100-150 كمبيوتر الكلاس C حيكون مناسب لها. أوكي، بس دقيقة عندي مشكلة هنا. المشكلة هي إذا أنا أريد فقط كمبيوترات 2 في البيت عندي، ما هو الكلاس المناسب لي؟ هتقول لي ماكو غير خيار كلاس سي، بس اقول لك هذا كثير علي، هذا 256 كمبيوتر وانا عندي بس 2، يعني تعطيني تو ماتش، يعني تعطيني كثير. مثال اخر، اريد فقط 260 كمبيوتر، هتقول لي كلاس سي، اقول لك ما يكفي 256، انا اريد بعد 4. هتقول لي روح على الكلاس بي، انت هنا دمرتني. ليش؟ لان كلاس بي 65,000 كمبيوتر، فكثير علي، انا اريد فقط 4 زايده. مثلا هنا يجي دور السبنيتنج. السبنيتنج راح يحل لنا هاي المواضيع كلها، لانه الكلاس اي والبي والسي هو ده يعطينا فكره ديزاين عامه، او تقدر تقول هو الخطوه الاولى للتصميم. فلذلك اذا انت تريد كمبيوترات 2 انا وياك، كلاس سي لازم تروح عليه كخطوه الاولى، بس كلاس سي جدا كثير عليه
لانه انا اريد فقط تو كمبيوتر. اقول لك امشي الخطوه الاولى، اروح لكلاس سي مثلا، وبعدين اسوي هناك سب نيتنج، فتشي اسمه سب نيتنج، حسوي لك فتشي يوفر لك 3 أو 4 كمبيوترات، وانت تريد 2، يعني تمشي الحال بيها وتكون الشبكه مرتاحه. هاي فقط فكره سريعه على موضوع الكلاس اي بي سي، طبعا وعلاقته بالسب نيت ماسك حنيجي نشوفها من نحكي على السب نيت ماسك. إذا الكلاس A وال B وال C هو أول خطوة لإعادة أو لتكوين تصميم الشبكة، حتلاقينا كثير مصاعب حنحلها بموضوع السبنت ماسك. خلينا نجي نشوف كلاس D. طبعا قبل ما أروح للكلاس D أعطيك الديفولت سبنت ماسك للكلاس A إذا تتذكره 255.0.0.0، وحنيجي نحكي عليه شنو السبنت ماسك 255.255.0.0. اخواننا اللي مشتغلين بالشبكات بشكل كثير يمكن يعرفون هذا، وشي بسيط لهم ان شاء الله، بس احنا نريد نغطي كل الموضوع حتى وان واحد مثلا عنده فكره بسيطه يقدر يتبع ويانا الموضوع. 255 كلاس سي 255 255 0، هذه يسموها ديفولت كلاس لي كل السبنت ماسك اي بي سي. طبعا منو خلتها؟ ايانا اللي هي الانترنت ميكر، واكبر شركه اللي يعني هي مصنعه الانترنت والاي بي مع الاي تربل اي كذلك، والاي تربل اي هي للببليكس وللريسيرش والبحوث، بس الاي تربل الايانا هي الانترنت ميكر، وهي هي 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 يعني الاونر للاي بي ادرس، فحتى الاي بي في 6 من عندها. فقلت لك ذني يسموهن ديفولت سبنت ماسك، وحنيجي نحكي عليها. كلاس دي شنو؟ لاحظ اني كلاس دي ما جيت عليه وخليت له سبنت ماسك. كلاس دي يسموه المالتي كاست. المالتي كاست كاست، هتقول لي زين شنو المالتي كاست؟ شنو في قصة الكلاس دي؟ اوكي، هذا يقودنا الى النقطة الرابعة يمكن، او النقطة نعم النقطة الخامسة السادسة العفو، اللي هي اليونيكاست والمالتيكاست والبرودكاست. فكرتها شنو؟ فكرتها بشكل بسيط قبل ما اتكلم على الكلاس دي شنو، قبل ما اتكلم على الكلاس دي شنو معنى اليونيكاست. اليونيكاست معناته انا عندي نقطة هنا اذا تروح توصل النقطة اخرى، هاي يسموها شنو؟ يسموها 1-to-1، هذا يسموه اليونيكاست. خلي لك هنا عندنا شيء اسمه البرودكاست، يعني نقطة واحدة تروح للواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة وتروح للأول، خل أقول لك إياها أحسن، للأول يعني واحد يرسل للكل، هاي يسموها شنو؟ يسموها البرودكاست البي. أوكي، عندي المالتي كاست نقطة واحدة تروح فقط على شيء معين، مثلاً الواحد والخمسة والعشرة فقط. خلينا نقول مثلا بكل مثالنا احنا عندنا كمبيوترات من الواحد للخمسة للعشرة عفوا، فال1 او اليونيكاست هو ده يروح من واحد لواحد، من كمبيوتر لكمبيوتر اخر. وعندنا البرودكاست هو الكمبيوتر واحد يرسل للتسعة البقية. وعندنا المالتي كاست، خلينا نقول هنا المالتي كاست، اوكي، هي فقط الكمبيوتر الأول دي يرسل للكمبيوتر الواحد والخمسة والعشرة. خليني نجي نتناقش بيها قبل ما توصل لك الفكرة. برأيك منو أحسن كونكشن اللي تشوفه هنا؟ طبعا أحسن كونكشن هو المالتي كاست. ليش؟ لأنه هو المالتي كاست تشوفه هو سمارت، دي يرسل فقط للكمبيوتر واحد، اوكي، ودي يرسل فقط للكمبيوتر خمسة والكمبيوتر عشرة في مثالنا اللي قلنا من واحد للعشرة كمبيوترات. فلذلك اعتقد المالتي كاست يكون بي سمارت اكثر من البرودكاست. البرودكاست شيء عشوائي، الكمبيوتر الاول دي يرسل للكل. اليونيكاست خلي اريحك من عند اليونيكاست، هو موجود بالبرودكاست وموجود بالمالتي كاست. هتقول لي كيف؟ اقول لك لما الكمبيوتر هذا الاول رسل للكل، الكل حيقولوا له شكرا جزيلا، واحد واحد حيقول له شكرا جزيلا، فحيتحقق شرط اليونيكاست. إذا الواحد رسل للواحد هنا، هذا الواحد حيقول له شكرا أنا وصلت لي المعلومة، فهذا يونيكاست. الواحد حيرسل للخمسة فحيقول له شكرا، هذا 1-to-1 يونيكاست. فاليونيكاست موجود وين ما تروح، فحتى لا تدوخ بيه خليه على صفحة.
البرودكاست هو أصل تكنولوجيا الإيثرنت اللي هو الكيبل اللي نشتغل بيه. البرودكاست كانت تكنولوجي جدا ممتازة أول ما ظهر الإيثرنت. ليش؟ لأنه تمكن لك الشيرد من لا شيء. أي واحد عنده شيرد رأسا حيصير برودكاست للكل. بس هذا سبب لنا مشاكل. ليش؟ لأنه أنت حاليا يعني طبعا لأنه أنت تسوي برودكاست، ذاك يسوي برودكاست، ذاك يسوي برودكاست، وعندنا إنترنت شبكة كبيرة، فحيصير ولو بالإنترنت يعني موضوع البرودكاست ينحسب حساب غير، يعني بشبكتك أنت تسوي برودكاست، ذاك يسوي برودكاست، حيصير النويز وحيصير ضوضاء جدا قوية بالشبكة، تتعب الشبكة مالتك توقع. فالبرودكاست لازم نسيطر عليه، لازم نسوي كنترولر عليه. هتقول لي زين الغي البرودكاست؟ ما اقدر، الايثرنت تكنولوجي قائمة على هذا الشيء. حقيقة انت لو كنت يعني جدا قوي بالنيتورك يعني وتريد تدرس كثير عن النيتورك، الجزء الكبير من دراستك حتكون كيف السيطرة على ثلاث تحديات اقدر اقول لك، اللي هو اول تحدي كيف تسيطر على البرودكاست وتحدده، كيف تلغي التصادم يسموه الكولوجن دومين، كيف تسيطر على اللوب في الشبكة أو لوب افويدنس أو تتجنب اللوب نقدر نقول اللي يصير بالشبكة مالتك. هتقول لي هي فقط هاي الثلاثة؟ لا طبعا بعدك كواليتي اوف سيرفيس وغيره وغيره وغيره، بس عندي اقول لك اني اهم تحديات عندك كاي تي نتورك حتى وين تكون خبير بالشبكات، عندنا هي ثلاث تحديات مهمة جدا اللي هي البرودكاست واللوب والكولوجن. خليها ببالك، يعني انت حتدرس مثلا سب نيتنج، في لان، اس تي بي في البروتوكول بالسيسكو كلاس موجود، حتدرس كيف تسوي كواليتي اوف سيرفيس، كيف كذا كيف كذا كيف كذا، كلها بالنتيجه انت تسوي مانج لجزء كبير من البرودكاست واللوب والكولوجن دومين. فلذلك البرودكاست هو التحدي او احد التحديات اللي حتشوفها بالنيتورك كيف تسيطر عليه، وقلنا ما نقدر نلغيه لأن الإيثرنت قائم عليه. زين، شنو فكرة اليونيكاست؟ وهذا كيف قدر يرسل للواحد وللخمسة وللعشرة فقط؟ هذا سمارت، هذا سمارت كونكشن، يعني كونكشن جميل حلو. أقول لك قبل ما نحكي على المالتي كاست، خلي أفهمك إنه لازم تفهم بالكلاس A والبي والسي، أو عموماً المفروض ما اقبل اي بي بدون سبنت ماسك. هتقول لي ما افهم، اقول لك اي اي بي ما ممكن ينقبل من اي تي ادمنستريتور نتورك اذا ما تطي السبنت ماسك معه. ليش؟ الصوره ما كامله. يعني تقول لي انت عندي اي بي هو 10.10.10.10، واذا تسالني هذا شنو الكلاس، اقول لك هذا شو مبين كلاس اي، لانه اول بارت يبدي ب 10. هتقولي خليت للسبنت ماسك 255.255.255.0، اختل الموضوع. فلذلك لا تقبل اي بي، او عموما حتى الكمبيوتر ما يقبل اي بي بدون سبنت ماسك، لانه الصوره ما تكمل عند الاي تي وما تكمل عند الديفايس، يعني حتى الديفايس من تريد تخليه الاي بي. ممتاز. بس قال لك اكو فدي كلاس اسمه دي مالتي كاست، هذا يقول لك اني اي بي ما عندي سبنت ماسك، ما عندي سبنت ماسك، او ما اقبل سبنت ماسك، او ما علي بالسبنت ماسك، يعني موضوع غير شيء. شنو موضوعك يا كلاس دي؟ قال لك اني مو ادريسنج، اني مو موضوعي مثل الاي كلاس اي والبي والسي اسوي عنوانه، لا اني موضوعي اسوي جروبات، او اني الاي بي مالتي اي واحد يجي ياخذه معناتها جروب. زين شنو الفكره بشكل سريع حتى اوصل لك اياها، شنو معنى المالتي كاست، لانه مهم جدا حتى تفهم معنى المالتي كاست، لانه حيواجهك كثير. عندنا هنا ديفايس او نقدر نقول راوترات او سيرفرات، وعندنا هنا كمبيوتر محدد هنا مثلا، او مو كمبيوتر، خلينا نقول هذا سورس ده يرسل. قلنا البرودكاست حيرسل للكل، خلينا نقول البرودكاست بالاحمر، ان البرودكاست بالاحمر، خلينا لاحظ هذا يرسل لهذا اوكي، ويرسل لهذا الراوتر او لهذا السيرفر كذلك، ويرسل لها يرسل للكل. هذا يسموه شنو؟
هذا يسموه البرودكاست. خلينا نجي نقول هذا يسموه برودكاست. اوكي، البرودكاست هذا اللي نتكلم عنه، اكو راوتر هنا أنا ما مهتم بالموضوع، يعني مثلا هذا الراوتر او هذا السيرفر او هذا الكمبيوتر ما مهتم لهذا الترافيك اللي يجي. يعني انت اذا ترسل بهذا الخط الاحمر مثلا فيديو، وهذا الشخص هنا أنا عندك كاميرا مثلا دي يشوف هذا، وهذا دي يستفاد من هذا الترافيك، بس هذا الشخص يعني اصلا ما دي يهتم بالترافيك اللي عندك، لا دي يشوف الفيديو ولا دي. اذا انت دي تخسر هذا الباندويث اولا، دي تخسره. ثانيا مو سكيور، ويعني ما بي شيء من السكيورتي، يعني هذا يقدر يكابشر ويشوف اللي دي يسووه الواحد والاثنين مثلا. فكيف اني احدد فقط انه الكمبيوتر اكس او الراوتر اكس فقط يرسل للواحد والاثنين؟ هنا حنجي نحس بضعف البرودكاست، والبرودكاست ما حيفيدنا بهاي الحاله، فاجي اسوي شنو؟ اسوي فشي اسمه مالتي كاست. المالتي كاست فكرته شنو؟ حروح على هذا الراوتر الاكس واقول له، طبعا بالكونفيجريشن بس اعطيك الفكره، اقول له للراوتر اكس ترى انت الاي بي مالتك المالتي كاست هو 224.0.0.100 مثلا، وحروح على هذا كذلك اقول له يا بقى انت المالتي كاست مالتك 224.0.0.100، اروح على هذا كذلك بالكونفيجريشن مالته اقول له انت الاي بي مالتك 224.0.0.100. وما اسوي اي شيء بهذا الراوتر، ما اسوي اي شيء بهذا الراوتر، وخلينا نقول هذا راوتر 3. اوكي، فبعد ما صار عندي هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، طبعا هتقول لي مو حيصير كونفليكت، حيصير تصادم، اقول لك هذا مو اي بي ادرس، هذا اسمه جروب نيم. راوتر اكس قال للراوترات البقية ترى انا الجروب مالتي اسمه 100 او 224.0.0.100 اللي هو مو اي بي ادرس، او اللي هو يسموه شنو دي او كلاس دي، او يسموه المالتي كاست اي بي ادرس او المالتي كاست ادرس، حقيقة مو اي بي ادرس، الكلاس دي. فهذا الجروب مالته قال 100، وهذا كذلك خليت الجروب مالته 100، وهذا كذلك 100. فالراوتر اكس حيرسل الاتصال مالته، خلينا نخليه بالازرق مثلا، حيقول يا باني حرسل الاتصال مالتي فقط لأدهم نفس الجروب مالتي، فحيرسل لهذا الراوتر وحيرسل لهذا الراوتر، وما حيرسل ابدا لهذا الراوتر، ما حيرسل ابدا لهذا الراوتر. ليش؟ لانه هذا الراوتر ما حيحمل او ما حامل نفس الجروب نيم، ما حامل نفس الجروب نيم او ما. فبالنتيجة أني سويت سيف لهذا الباندويث من خلال هاي التكنولوجي اللي يسموها المالتيكاست. هاي فقط فكرة سريعة على المالتيكاست، أو شنو موضوع المالتيكاست. موضوع المالتيكاست أي أي بي يبدأ 224 لحد ال 239، هذا يسموه مالتيكاست أي بي، لا يقبل سبنيت ماسك ولا بي سبنيت ماسك، لأنه هو ما يسوي عنوانه وكم كمبيوتر وكم، هو دا يسوي جروب نيم، هو دا يعطي جروب نيم. هتقول لي زين اي اي بي اقدر استخدم؟ طبعا اكو اي بيات مخزونه او محفوظه فقط لبروتوكولات محدده. مثلا اذا انت بدك تشتغل او اس بي اف، او اس بي اف مثلا، اوكي الاو اس بي اف مثلا عنده اي بي محدد مالته، او عنده اي بي ان حقيقه 224.0.0.5، وياخذ كذلك 224.0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 .
الاو اس بي اف مين يشتغل؟ اصدقاء او جماعته يشتغلون على هذا الاي بي، فالاو اس بي اف يرسلون بياناتهم فقط على هذا الجروب نيم. فاذا عندك راوترات مختلفه فاكيد مختلفه الاي بي مالتهن المالتي كاست، فما حيسوي شير ويا الاو اس بي اف. كذلك الاي جي ار بي يشتغل على 224.0.0.9، والرب الار اي بي فيرجن 2 يشتغل على 224.0.0.10. يعني ما اتذكر الاي جي ار بي 10 ولا 9، اخبط بينهن وبين الار اي بي. بتقدر تكتب بالجوجل تعرف المالتي كاست ريسيرف او المحجوزه للبروتوكولات اللي موجوده بالنتورك. هاي فكره سريعه على العفو فكره سريعه على موضوع المالتي كاست والبرودكاست و
اليونيكاس، وكذلك من خلالها فهمنا شنو معنى الكلاس دي. مرة أخرى الكلاس دي هو مو اي بي ادرس مثل الاي والبي والسي، لا الاي والبي والسي يستخدمون بالكمبيوترات عادي، بس الكلاس دي حقيقة هو مو اي بي لما يحوي على سبنت ماسك، وإنما هو يعتبر جروب نيم أو عنوان للجروبات بشكل عام. هتقول لي تو الكلاس اي شنو؟ الكلاس اي محجوز لشركة ايانا. قلت لك أنا عندي تجارب، عندي شغلات أريد أشتغل بيها هو، فقلت لك أنا رينج من 240 لحد 256 أو 255، ما حطيك إياها تستخدمها، أو أعتقد لل 254 متأكد من هذا الشيء. ما قلت لك ما أكو أحد يستخدمها لأنه حخليها للتجارب مالتي، وأكيد لها الحق لأنه نقطتنا كثير شغلات كلاس A وال B، فالكلاس E محجوز لها. هاي فكرة سريعة كذلك على الكلاس ومواضيع الكلاس وفكرة الكلاس. الفقرة السابعة الـ IP address، عندنا مو فقط كلاسات، عندنا كذلك في نوعين اسمه الـ public والـ private. شنو فكرتها؟ الـ public والـ private فكرتها شنو؟ إذا أنا أروح على الإنترنت مثلا هسه وأكتب my IP address وأقول له أنت سنقل لي هذا الـ IP address مالتك، زين حروح هنا أنا واروح على الانترنت هنا مثلا، واروح على النيتوركينج، اروح على النيتوركينج هنا واروح دبل كليك ديتيلز، اشوف الاي بي، طلع لي الاي بي مالتي 192.168.0.102. زين حيصير عندي كونفيوز، هذا الاي بي مالتي ولا هذا الاي بي مالتي؟ حقيقة اثنيناتهم الاي بي مالتك. الاول اللي شفناه بالانترنت يسموه عموما الببليك، وحقيقة كذلك بي دي اتش سي بي ومواضيع اخرى، بس يسمى الببليك الخارجي، والاي بي الداخلي هو ال 192 اللي هو امامك. زين ليش؟ قال لك إذا أنت تريد تتصل بحاسبة باللوكال، يعني بينك وبينها نفس الكيبل بنفس البيت أو نفس الشركة، ليش تروح على الإنترنت وترجع عليها؟ قال لك أنت رأسا روح لدايركت واستخدم آي بي سموه برايفت 192.168، والبرايفت في الكلاس A 10 something، والبرايفت في الكلاس B يبدي دائما 192. إذا تريد تتصل بالإنترنت قال لك يا بالإنترنت ترى مغلوق، ولازم كله تشتري آي بي أو تطب بهذا الإنترنت بآي بي بابليك، لازم ما واحد يشبهك أبدا بالإنترنت. زين الآي بي كم كم آي بي بالإنترنت بالآي بي في 4؟ نقدر نشوف العدد 2 power of 32. هتقول ليش 32؟ لأنه الآي بي أدرس في 4 هو 32 بت، فهقول له شيل هشوف هذا الرقم، هذا ماكسيمم اي بي ادريس بالانترنت، واعتقد هذا نفذ او خلص، بقى شيء بسيط يمكن سبع، ما اعرف يمكن سبع 10 اي بيات، جدا بسيط شيء بسيط ونفذ هذا، لذلك كل العالم يبدي يسوي مايجريت او يشتغل على الاي بي في 6 حاليا. لذلك يعني تلاحظه هو رينج قليل جدا مقارنه بال هذا قلنا من ايانا، وهذا الاي بيز نفذ او عموما نفذ، وما عاد ايانا ما عندها شيء تبيعه بعد كاي بي ادرس. فلذلك من تريد تطلع بالانترنت لازم عندك اي بي من هذا الرينج، من هاي المجموعه يعني قصدي، موجود بالانترنت مسجل باسمك او باسم السيرفيس بروفايدر اللي انت تشتغل معه او اللي انت مشترك معه، يوصلك على الانترنت. هتقولي زين هاي اذا انا اريد اطلع، فاطلع ببرايفت ولا ببليك؟ اكيد ببليك. زين حيرجع للريكوست برايفت، زين شلون؟ من اللي يترجم بين هاي؟ قال لك اكو تكنولوجي مهمه جدا يسموها النات، نتورك ادريس ترانسليشن، هاي ترجم لك بين البرايفت تو ببليك وببليك تو برايفت. وكذلك عندنا شابتر عليه ان شاء الله بالفصل الثاني بالويندوز سيرفر 2008. الفكره الاخرى هاي الناتينج والبرايفت والبابليك، طبعا انا دائما اشبهها اشبه البابليك بنفس الجواز، من تطلع من خارج البلد لازم ما تستخدم هوية، يعني الهوية مالتك اللي تستخدمها داخل البلد لازم تستخدم الباسبور، يعني الجواز هو يستخدم او كأنما هو بابليك اي بي.
بس الهوية الداخلية اللي أنت تستخدمها في داخل البلد هي دائما يسموها البرايفت، اللي ما إلها أي فائدة من تطلع خارج البلد. فلذلك إذا تريد تتذكر البابليك تذكرها هو الباسبورت، وإذا تريد تتذكر البرايفت هي الهوية اللي تستخدمها داخل البلد. طبعا النقطة 8 هي السبنت والسي اي دي ار، حاجي أحكي لك عليها أو أشوفك شنو موضوع السبنتينج.